كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة بمناسبة تكليف سموه بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت. وأعرب سموه في البرقية عن خالص تمنياته لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بالتوفيق والنجاح في تشكيل الحكومة لما فيه خير وصالح دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز نحو مزيد من النماء والتقدم.